مرحبا مرجان. اهلا يا مرمر. هل استمتعت بعرض السيرك بالامس؟ نعم استمتعت كثيرا. ما اكثر شيء اعجبك يا مرجان؟ اعجبني الفيل يا مرمر. وانا كذلك. لقد كان ضخما وقويا. هل رايت كيف دحرج الكرة بقدميه؟ نعم، فالفيل يا صديقي حيوان ذكي، ولكنه كبير جدا يا مرمر. الفيل يا مرجان هو أكبر الحيوانات التي تعيش على اليابسة. هل لاحظت كيف كانت الأرض تهتز عندما يضرب بأقدامه عليها؟ نعم نعم، فأقدام الفيل كبيرة وقوية، وكذلك أذناه كبيرتان أيضا. هذا صحيح، كذلك يتميز الفيل بخرطومه الطويل. وما حاجة الفيل لخرطوم طويل يا ترى؟ يستخدم الفيل خرطومه لسحب الأوراق وأغصان الأشجار وامتصاص الماء الذي يوصله إلى فمه. هذا يعني أن الفيل يستخدم خرطومه مثل ما يستخدم الإنسان يده. بل هو أكثر من ذلك، فهو يشم ويتنفس عبر خرطومه، فيكفيه أن يرفع خرطومه عاليا في الهواء لالتقاط رائحة الغذاء أو الأعداء. ما أعجب خرطوم الفيل. وهناك المزيد أيضا، فهو يستخدمه كوسيلة اتصال مع الفيلة الأخرى. حقا؟ وهل تتصل الفيلة مع بعضها البعض؟ بالطبع، فالفيل حيوان اجتماعي يعيش ضمن مجموعات، تقضي الأوقات برفقة بعضها البعض، كذلك تلاعب الفيلة الكبار الفيلة الصغار. كم هذا لطيف، يا لهذا الحيوان الرائع. هو كذلك يا مرجان، وخاصة عندما يرش جسمه بالماء ليلعب بالوحل. يلعب بالوحل؟ ولما يلعب الفيل بالوحل يا مرمر؟ لأن الوحل يغطي جسمه ويحجب عنه أشعة الشمس المرطب الذي يعطيه إحساسا بالبرد. ولما لا نقوم نحن بذلك أيضا؟ نحن لسنا بحاجة لأن نلعب بالوحل لنبرد أنفسنا. حقا؟ نعم، فلديك مروحة في البيت يا مرجان تفي بالغرض، أليس كذلك؟ هذا صحيح، صحيح يا مرمر. الآن سأعود إلى البيت وأشغل مروحتي لأستمتع بهوائها البارد. أرجوك خذني معك يا مرجان. هيا هيا تعال هيا.